وصباح الخير لمشاهدينا مرة جديدة بيلي انضم لنا هلأ ليكمل معنا صباحنا غير ومشوارنا، ومثل العادة رح نروح لحرف يدوية ومشاريع نسائية. أكيد سلمى، ودائما النساء السوريات بنعتز وبنفتخر بإنجازاتهم، دائما عندهم مواهب ومفاجآت دائما بيبهرونا فيها عبر رحلاتنا الصباحية اليومية. إحياء التراث اللامادي من خلال إبداع ومهارة سيدات سوريات استطاعوا إعادة تدوير الأقمشة التراثية لتصبح قطعة فنية فريدة من نوعها. أكيد نور الشغف والطموح هو الهدف، وهو الوسيلة اللي لساتها موجودة عند النحلات السوريات. صحيح. اللي هنن قدروا من خلال هذا المشروع عبر سنين من بداية الحرب وحتى اليوم يكبر هالمشروع ويتوسع ويدخل للمحافظات السورية، وكل فترة بيكون لنا معرض من المعارض اللي بنتفرج فيه على إعادة إحياء القطع القديمة وإعادة استخدامها، ونفس الوقت إعادة إنتاج مشروع حياة أنثوي لكل أنثى موجودة ضمن هذا المشروع. نتعرف على جديدهم معنا اليوم بالاستوديو. خلينا نرحب بالأستاذة الدكتورة سحر البصير، هي مديرة مشروع نحلات سوريات، وأيضا السيدة فرح سوقية مديرة معرض نحلات سوريا ل 2022. صباح الخير. صباح التميز. صباح الخير. صباح الخير. شكرا لكم دائما، أنتم نحلات كمان. يسعد صباحك. خلينا قبل ما نحكي عن جديدكم شغلكم نرجع نحكي شوي عن مشروع مهم كثير، دائما بنسلط الضوء على انجازاتكم، بس لكل الناس اللي انضموا لنا جديد يعرفوا اكثر عن مشروعكم، كيف بلش والهدف الاساسي منه. هلا نرجع بنختصر شوي، هو يعني منتج حرب. يعني نحن كان في حاجه، وهي الحاجه يعني لاعاده يعني نسج المجتمع او خياطته كانت هي ببدايه الحرب، والانثى حست مباشره بحدس الطبيعي للخطر. فكانت اول ردود فعل انا قرأتها بأنه في عنا قرار جماعي نسائي سوري، فبعدها بلشت أنا شوفوا هذا الشيء كمان يعني بجدال سوريا أولا، ثانيا بمراكز الإيواء، ثالثا بلشت أحس أنه أنا بقدر، المجتمع صار هو بحاجة له بشكل ضروري. أنا قدرت أنه أخذ المعرفة اللي هي لنسميها التراث اللامادي، هون نحن عنا النقطة، ونحولها ل أسس جديدة لبناء المجتمع بهي الحالة الخطرة. فكان مشروع خلايا النحل يلي هو يعتمد على المعرفة القديمة للسيدة السورية، وهي أنا بعتبره هو نستند على ثقافة المرأة السورية. هذا الشيء اللي هو التراث يلي نحن هو بيكون مثل جذور الشجرة يلي بتبدأ وبترجع بعدين تزهر بكل موسم وبتقينع وبصير في إلها رد ثمار وهكذا، ودائرة الحياة. أكيد أنا من المعجبين جدا، تعرفي أنت دكتورة سحر، ومتابعة هذا المشروع من البداية، وكل مرة بتكونوا معنا بهيك بزهر قلبي بوجودكم. أستاذة فرح، كمان خلينا نحكي اليوم هذا المعرض اللي موجود كبر عدد السيدات والنحلات والمشروع عم يكبر أكثر وأكثر. خلينا نحكي عن المعرض الأخير قبل ما نروح شوي للشيء الفلسفي اللي دائما بحب نسمعه من الدكتورة سحر. هو المعرض كان نتاج من عسل من السيدات بجميع المراكز بدمشق وجميع وبعض المحافظات السورية. يعني مثل حبينا نظهر في شغل أعمال المدربات وأعمال المتدربات الطالبات. بالفعل الحمد لله كان أعمال حلوة كانت وناجحة، عرضنا فيها كل مدربة شو عملوا وكل كل متدربات شو أعمالهم. كان عنا من المراكز بدمشق، من المركز العدوي الثقافي، مركز المزة، من إتسيا، من الجمعية الشركسية، يعني من كذا منطقة، من شباب المستقبل. فكانوا الطالبات وين ما تدربوا طبعا هن المراكز الثقافية وبعض الجمعيات الخيرية هن اللي احتضنوا مشروعنا. وهذا الاحتضان طلع منه هذا النتاج الحلو اللي كان بالمعرض. أكيد دائما لكم محطات مميزة. خلينا نحكي اليوم لما نقول إحياء التراث اللامادي، نحن أساسا طلعنا من حرب كان هدفها ضرب الحضارة والتراث السوري، اليوم تراث اللامادي اللي أنا فيني أي ما حاولت أي قوة أنه تدمر هيدا التراث ما بتقدر، لأنه أنا بقدر أمسكه بإيدي ورثه لأولادي ويمر عبر الأجيال. هون الهدف الأساسي من إحياء التراث اللامادي. قديش مهم لما ناخد التراث اللامادي ندعم السيدات السوريات بهدف خلال الحرب ليكونوا معيلين نفسهم وعوائلهم، وبنفس الوقت أنا حافظ على هذا التراث. يعني فينا نقول هون كيمياء كتير ظريفة، بنفس الوقت أنا عم استغل الظروف، لكن بنفس الوقت أنا داعم إلى جانب الوطن، وبنفس الوقت اقتصاد
يعني فينا نقول وطني داخلي. تمام. يعني تمام. في عدة عوامل كتير مهمة بهذا المشروع لازم نركز ونحكي عنها شوي. تمام. يعني أنا كتير مبسوطة أنه كمان أنتوا صرتوا تقدروا يعني توجهوا المسار، يعني أنه صرتوا بتعرفوا تمام النقاط الهامة اللي عم تتفضلي فيه كتير هام، انه هو بالحقيقه الجوهر لكل المساله. انه نحن بالاساس التراث او التراث اللامادي حصرون هو شيء موجود، صحيح، فانا بعتبره مثله مثل ماشي اللي هي فيها ذاكرتي. في نقطه يعني هامه وصلنا لها، انه نحن حملنا مسؤوليه نقل الرساله للمستقبل. فنحن بهي اللحظه خفنا من يعني تفتت الهويه او اندثارها او تشوهها، فكان هذا اللي قلت لك عليه انه هو الحدس النسوي. فنحن لما دغري صار هذا الحراك مشان ضبط هالتسرب يعني او هالمشكله، عملت بقى شلون صار هو التنظيم يلي نحن عملناه، هالمنهجية اللي عملناها حتى. ايه هلا شوفي انا ابدا، لانه هي الحاجه. يعني انا اذا جوعانه وانت عندك طبخه بتجذبيني بشكل صحيح طبيعي، فالحاجه اللي موجوده هي اللي ادت لانه نحن يجوا الناس بشكل تلقائي. وصارت هي بالاساس قاعده، يعني انا اذا بدي اشتغل بشكل صحيح لازم انا اعمل الشيء مثل ما انا حاسه فيه، فهي حاسة في أي وحدة. وبالتالي صار عندنا موضوع الشرائح الكاملة للمجتمع السوري اللي داخل فيه، لأنه نحن أخذنا أخفض نقطة من الوضع الاجتماعي ومنه صرنا نبعث الرسائل. فإذا أنا ما عم بعتمد على أنه أنا نخبة، أنا إذا كنت نخبة فأنا كنت عم ساعد كل المجتمع السوري بأنه كيف منقدر نعمل هاي المنهجية اللي حضرتك تفضلتي فيها، بأنه أنا أربطه مع العالم الخارجي، أنا أعرف النقطة الأخيرة لهدفي بأنه أنا بدي أوصل لأخذ مكاني اللي هو كمنبر أقدمه للعالم الخارجي، لأنه نحن صار حتى العالم الخارجي بحاجة لهي المعلومات. صحيح. اليوم ما نحن عم نظهر احد القطع اللي كانت موجوده وهي قطعه من شغلكم الجديد. طبعا القطعه بحد ذاتها لها فلسفه خاصه، وانا بحب كثير نحكي دائما مسترجع انه نحن ما بس عم نعمل قطع مربعه محطوطه جوات مخده، لا، هي لها رساله معينه. اذا بنحكي على هالرساله بعدين ننتقل مع الست فرح لنحكي عن الجديد بالتصميم. تفضلي دكتوره. هلا بالنسبه لهي القطعه بالذات صار فيها حدث انه انا عملت عمل تشاركي، يعني انه كيف اثنين بيشتغلوا عمل واحد. في سيده هنا الزلاق وهي من اللي كانوا معي من اللحظات الاولى بال2011 ولهلا، وهي سيده من الجولان وهي اكبر وحده بيناتنا يعني. فعملنا عمل مشترك. اي والله دائما انا بحييها وهي مثل كانه يعني امنا ومثال الحقيقه. فلما انا عملت التصميم هي نفذت، بعدين انا رجع لي العمل، عملت له الفينيشينج، فصار في انه كل واحد صفاته بتنطبع على العمل. كيف بنقدر نعمل شيء اسمه طقم؟ هلا عاد الطقم فيه ثلاث مخدات مختلفين بس متشابهين بالالوان، فهي المفهوم انه كيف نوجه الماده بانه نعمل لها ديزاين بقى وتوجيه تجاري. وبصير هيك عندنا طقم بنحط له سعر مرتب، وبصير طبعا نحن هلا صار عندنا فرص انه حتى التسويق كمان بدعم من وزاره السياحه، صرنا بالفنادق الخمس نجوم عم يعطونا مجانا. يعني خليني اوقف عند هي النقطه، الدعم قديش مهم لكم من بدايه مشروعكم لليوم، لانه هي اساسا التشاركيه والدعم هي بتؤدي للاستمراريه. ولما يكون في جهات معنيه ان كانت خاصه ولا حكوميه تبع القطاع الحكومي كمان هذا شيء كثير مهم لكم للعمل. قطعا هذا هو اللي سندنا. في اذا بدنا نذكر بخطوط عريضه، يعني في عندنا هلا كان وزاره الثقافه رقم واحد، اثنين الاتحاد الحرفي يعني بالتسلسل، وبعدين عندنا وزاره السياحه، في عندنا يعني جمعيات الاهليه طبعا بشكل طبيعي. وفي هلا جديد لهذا الدعم انه بهذا المعرض يتميز انه كان في يعني وجود جديد، وانا كثير حاسته بدايه يعني مهمه لمشروعنا، اللي كان في تمثيل لجهات تبع التعليم العالي اللي هي من جامعه دمشق كليه العماره، ودكاتره ومدرسين ورئيس قسم العماره بجامعه الاي او اس تي، وكانوا هن مثل وفد. انا حسيت انه عملنا
بوجود النقل النوعية، بتشكرهم على الحضور والاهتمام. جميل، بلكي مع المستقبل. فهذا شو يعني؟ يعني دغري بيبين انه بلشنا نحن يكون عندنا جدارة بانه نحن كمان يصير في عنا دعم بهذا المستوى، وان شاء الله دغري رح يصير في بقى انطلاقة بمستوى اخر. اكيد الاثر اللي عم يدخل، وهذا الشيء اللي بدنا نحكي عنه. يعني اليوم ست فرح بكل معرض بتعملوه، بكل حالة من الحالات اللي بيكون موجودة بتنشروا فيها كتير من الثقافة، وبنفس الوقت كتير من الجمال والألوان. الأثر قديش عم تلمسه وبلش يوسع، وقديه يمكن في سيدات بتيجي هي تزور المعرض بعد فترة بتصير بدها تنضم لإلكم. تمام. هو المعرض بطبيعته وصار سبحان الله لما كذا مركز كانوا مع بعض بهذا المعرض، فعمل مثل منافسة بين السيدات. هلأ السيدات بالمعرض المشاركات صاروا يتنافسوا، لا قطعتي أحلى، قطعتك أحلى، أنا بدي أعمل لسه الأحلى. يعني أنا حسيتهم هن عم يحكوا أنه حابين لسه يطوروا من منتجهم، غير أنهم يرجعوا لنا أنه هن حابين. فقال لهم طولوا بالكم، روقوا لسه شوي، هذا عمل المدربات بالتوجيه. هلا الشيء الثاني والاحلى انه صار يجينا ضيوف زوار، السيدات صارت تتشجع، يا الله الوان حلوه، يا الله شيء حلو، خلينا نعمل هيك. كمان صرنا نوجه انه نعطي وين المراكز، وين المدربات موجودين، شو ارقامهم، انه نيلي بتحب تلتحق باي مركز من مراكزنا نحن نتشرف بوجودها. كان كثير حلو التعريف عن يعني المعرض عرف عن المشروع يعني اكثر من اي مره بسبب وجود المشاركات والمدربات. هلا موضوع المعرض انا بس حبيت اضيف ل فرح انه نحن لما كنت انا بمكان معين وعم درب، فيعني دائره الاشعاع تبعي بتكون محدوده لانه هي صحيح. بمنطقه معينه. الفكره انه لما بالمشروع بالاساس في انه هو بيولد مدربات، فكانت هي النقطة. صحيح. انت في كيف فيك تحققي استدامة المشروع هي بكلمة مدرب، بتخرجي مدرب، فمجرد ما عم نخرج مدربات عم ينتشروا بحرية، فصارت إمكانيات النشر هي بكل نقطة عم تتحرك فيها السيدة، هي عم تنشر إن شاء الله تكون عم تعلم بنتها. صحيح. وكمان بنفس الوقت بالعائد فهن بيطيروا بحرية. صحيح. بيروحوا على الحقول، بيروحوا بيتلقفوا معلومات حتى وهن عندهم مهارات ذاتية خاصة. فكانت هي هي الحقيقة السر، وهو هذا إذا بدي أقول لك تراث لا مادي، هو سر المجتمع النسوي. صحيح. السوري، لأنه هو دائما ما بيعتمد على يعني على إنه القصر، بقدر ما هو كل واحدة بتحرك بتقول أنا قدرانة أنا ماني قدرانة وهكذا. هي واحدة بتكون قدرانة عندها مقدرات فبتلاقيها جادت يعني بنقاط معينة وفادت الباقي. وهي موضوع المعلومات المتبادلة السريعة، نحن صارت في بيناتنا مثلا جروب واتس، بضل في تواصل في مناسبة معينة منخبر الكل وهكذا. يعني فهي ميزة هي. وهي بنكون نحن مو عاملين غير مثلنا، مثل الصبحيات ومثل أكيد. يمكن بالختام أشرتي لنقطة مهمة، هذا هو أحياء التراث اللامادي. نعم. يمكن ونحن كتير ورثنا عن أجدادنا كتير من التفاصيل، هي أساس تراث، نحن ولدنا وخلقنا بهي التفاصيل عم نحاول. نعم. نحافظ. نعم. عليها. نشكرك أكيد دكتورة سحر الست فرحنا وسهل. نشكرك وسهل. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أشرتي نقطة كتير مهمة أنه بآخر معرض لكم كان في نقول الشق التعليمي كان مشارك، ممكن مع المستقبل بالمعاهد الفنون او بكليه الفنون يكون في شق هيك بسيط تعليمي للحرف التراثيه اللاماديه للحفاظ عليها وتوثيقها بشكل اكبر. شكرا كثير لك. شكرا لاستقبالكم دائما واهتمامكم فينا، ممنونه. شكرا كثير لكم. صباح النحلات السوريات وصباح الخير والعسل والعسل لوجودكم. شكرا. صباحكم.